شفت حجوج سعر الدولار غير ازاي؟ ده هيغلي اكتر كمان، طالع ومحدش لعيب. ده بيقول لك في السوق السوداء بيتباع بضعف ثمنه. اهو كده بقى يا عم مختار، الكيماويات اللي احنا بنستوردها دي هتقف علينا بالخساره. هو انت مش وردت تهمل العمليه قبل الشحن؟ حصل. خلاص يبقى احنا كده في السليم. سلام. العمليات اللي جايه هنعمل فيها ايه يا خفيف؟ انا عندي فكره ممكن نكسب منها تمام التمام. فكره تاني؟ سعر الدولار في البلاد اللي حوالينا معليش قوي، انما عندنا عالي على الاخر. يا عم الناصح، ما هو المهم عندنا، واحنا عايشين في حته تانيه. ما انتش فاهمني يا حجوج. واحده واحده، احنا دلوقتي ممكن نبعت حد من العيال تبعنا لاي بلد من البلاد اللي حوالينا اللي سعر الدولار لسه فيها حنين، ونخليه يسحب لنا من حسابنا بالدولار بس من حساب المصري، ويجيب الدولارات دي على هنا ونبيعها في السوق السوداء بضعف الثمن، ونستفيد من فرق السعر، وبكده بدل ما نخسر وقت الازمه نكسب ونستفيد. روع عليك يا مخ، فكره هايله. طالع لابويا يا حجوجه. تحب تلعب بكام؟ نقول نجرب في الاول كده بخمسينيه، 50,000 يعني. بس نسبتي محفوظه 20%. أما 10% كفايه عليك قوي. يا حاج مش لسه في مصاريف وسفر واقامه الراجل بتاعنا هناك؟ يا تبطل حداقه. هو انت يعني بتدفع الحاجات دي من نسبتك؟ ما انت بتحملهم عليا انا يا اخي. اذا كان كده ماشي، ايدك على الشيك.